السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم على برنامج تكلا بيم سايت. البرنامج ممتاز جدا ان انت تفتح اي ملف من ملفات البيم وتشوف ايه المشاكل اللي موجودة وتكتب الملحوظات بتاعتك. هو برنامج مجاني من شركة تكلا. اول ما تفتح البرنامج بيجي لك بالشكل دوت. دي اخر مشاريع انت اشتغلت عليها، تقدر تقول له انا عايز اشوفه، عايز اسيف الملف دوت، او عايز تعمل له حذف لو انت عايز خلاص مش هتشتغل عليه تاني. فبقول له فيو، فبيبدا يفتح لي الملف دوت. هنا بتلاقي اجزاء الموديل، تمام، يعني الفاونديشن لوحده، الحاجات الميكانيكا لوحده، الحاجات المعماري لوحدها. تقدر تدفع اي واحد فيهم من علامة العين ديت، مجرد ان انت تغزق عينيه خلاص تختفي من الشغل بتاعك، تمام، زي الجزء ده كده. او كده انا خفيت الاركتشر كله فظهر واضح ايه الحاجات اللي اختفت، تمام. طيب خلينا نظهرها. كل واحدة من دول في سهم كده لما بتدوس عليه بينزل بيبدأ يديك معلومات عن العناصر دي موجودة فين، هل هي بترحالة ولا في مكانها بالظبط، السكيل بتاعها، مين اللي انشأها، تاريخ الانشاء، عدد العناصر الموجودة فيها، مساحتها قد ايه، وهكذا. ممكن من هنا تبدأ تعمل سيلكت على بعض العناصر. ممكن اقول له انا عايز اشوف اخفي العناصر ديت، تمام، او اقول له انا عايز اشوف بس العناصر دي، يخفي كل حاجة ما عدا العناصر ديت، تمام. هنا بعمل زوم على الجزء اللي انا عامله سيلكت، يعني انا عامل سيلكت على الجزء دوت، اقدر اقول له اعمل لي زوم على الجزء دوت. هنا ببدأ اظهر استكشن من علامة اد كليب بلانس، دي عاملة زي علامة السكشن. بقول مثلا عايز سكشن في دوت الناحية دي، او جاب لي سكشن، والناحية دي برضو هات لي سكشن. يبقى انا خدت سكشن في الجهة دي وسكشن في الجهة ديت. وعلامة السكشن اقدر اتحكم فيها واحركها زي ما انا عايز بالشكل دوت. هنا اقدر اعمل زوم او اقدر اعمل روتيت عشان اشوف الاجزاء اللي تحت بايلز. اقدر اشوف هنا جايب لي المشاكل دي، كل واحدة من دول عبارة عن مشكلة من المشاكل. ممكن اقول لا انا مش عايز اشوف المشاكل الجديدة، انا عايز اشوف المشاكل القديمة بس، او لا انا عايز اشوف الجديدة ومش عايز اشوف المشاكل القديمة. دي انواع المشاكل موجودة هنا، كونفليكت تشيكينج. هنا العناصر كلها موجودة، تقدر تعمل مثلا اخفاء لكل الكولوم فالاعمدة كلها تختفي. هنا نوتس، كل واحد بيكتب النوتس بتاعته. هنا المشاكل، تقدر تفتح وتشوف ايه المشاكل اللي موجودة وتبدأ تحلها، تمام. دوكومنتس، ملفات الدوكومنتس، ممكن يكون واحد واخد صور، تقدر تشوف الصور اللي موجودة. هنا ألبوم بالصور، ممكن مثلا تيجي هنا تبدأ تشوف اللقطة ديت، بيعمل زوم على الجزء دوت. ممكن تدوس رايت كليك تقول له انا عايز اعمل ابديت. بمعنى ايه ابديت؟ بمعنى ان انت مثلا عملت زوم على جزئيه معينه وعايز هي دي الصوره اللي تبقى موجوده دلوقتي، فتقول له ابديت او ريموف او خلي هي دي الاصل، سيت بروجكت سناب شوت او فول سكرين. لو عايز اضيف واحده جديده ممكن وانا واقف في اي مكان كده اروح قايل له انا عايز نيو، خلاص بياخد اللقطه ديت وتبقى هي دي اللقطه الجديده، تمام. بحيث ان انت تحتفظ بسناب شوت، بحيث مثلا اول ما يجي العميل تقول له بص احنا عملنا كذا عملنا كذا، تبقى معاك صور بدل ما تقعد تدور على اللقطات اللي انت محتاجها.